أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. وقع المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة اليوم بمكناس على مشروع لدعم إعداد استراتيجية وطنية للحد من الخسائر الناتجة عما بعد تجميع المحاصيل وضياع الأعلاف بالمغرب. ويروم هذا المشروع الذي وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش وممثل منظمة الفاو مايكل جورج هاك تحديد الخسائر ما بعد تجميع المحاصيل وضياع المنتوجات الفلاحية الأساسية بالمغرب، وكذا معرفة الأسباب والعوامل واقتراح توجيهات لإعداد استراتيجية وطنية ومخطط عمل للحد من هذه الخسائر. في سياق مرتبط بمعرض الدولي للفلاحة، تم اليوم بمكناس التوقيع على اتفاقية شراكة في مجال مراقبة السلع بين المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات والهيئة الهولندية للمراقبة، وذلك في إطار سياسة تقوية المراقبة التقنية والتعاون مع هيئات مراقبة الجودة بالخارج. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تضافر الكفاءات التي تمتلكها كل هيئة من أجل تطوير المبادرات وتطوير تبادل المعلومات والخبرات بين المنظمتين. ونختم بهذا الخبر، حيث أعلنت المجموعة السويسرية راتشيل أندو ماساري المتخصصة في صناعة شبكات من النحاس والألياف البصرية للفاعلين في قطاع الاتصالات عن فتح فرع لها بالمغرب قصد تسريع وتيرة نموها على الصعيد الدولي. وعلم لدى هذه المقاولة السويسرية أن هذا الفرع سيمكن من الرفع أكثر من رقم معاملاتها الذي كان قد بلغ 226 مليون دولار سنة 2014، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7.3%. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله. ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشة شوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Quand le gars arrive à l'aéroport, l'avion sort du hangar. En fait non, c'était pas un avion, c'était un hélico. Mais t'as trois mecs qui arrivent en courant et qui tirent dans sa direction. Non non, quatre mecs, ils étaient quatre. Du coup, le gars se cache derrière une grande citerne. Et alors que l'hélico se met en position de décollage, notre gars, il tire sur la cité. Et là, boum, tout explose. Ensuite, il court vers l'hélico et il saute pour s'accrocher. Oui, parce que l'hélico, en fait, il n'avait pas explosé. Et tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu m'accompagnes la prochaine fois. Tu es client Méditel? Pour partager ta passion du cinéma, c'est simple. Obtiens gratuitement ton code sur cinéd.meditel.ma et profite tous les mardis d'une place de cinéma offerte pour une place achetée au Megarama Casablanca, Fès et Marrakech. Le cinéma à deux, c'est mieux.